بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نفتتح إن شاء الله هذا الجمع بقراءة من آية الذكر الحكيم، يتلوها علينا الأخ عبد المغيث، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم Thank you.
والحمد لله رب العالمين.